المؤشرات مع عادل بارباع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام ويهلا فيكم في حلقة نجدد من خلال اللقاء بكم في برنامجكم مؤشرات، معي أنا عادل بارباع. كل إنسان هو قائد حياته وراح يكون ناجح بإذن الله تعالى عندما يفكر جيدا في وضع الأهداف ويتحرك جيدا في طبعا عندما يتكيف مع التغير وأيضا مع التخطيط والعمل بشكل جيد. كل شخص في هذه الحياة مستمعين الكرام يواجه العديد من الصعود والهبوط والتحديات في تحقيق النجاح، ولذلك لابد أن نعرف ما معنى النجاح الحقيقي. هل فعلا له معنى واحد ولا عندنا عدة أشكال؟ هل السعادة مرتبطة بالنجاح ولا النجاح كل ناجح سعيد ولا كل سعيد ناجح؟ أشياء كثيرة إحنا ودنا نستفسر عنها أكثر وأكثر، وأن نضع الإضاءات المهمة حول هذا الموضوع اللي هو موضوع نقاشنا عن مثلث النجاح مع الدكتور محمود خان استشاري الاستثمار في رأس المال البشري. حياك الله دكتور محمود. أهلا وسهلا، حياك الله عادل. الله يسلمك، سعدتنا بوجودك وحديثنا حيكون مختلف معاك تماما عن النجاح ومعرفته. شكرا على استضافتي وأهلا وسهلا بي. الله يسلمك. احنا حنسمع هذا التقرير وراح ندخل مباشرة في التعرف على النجاح ومحاور النجاح. طيب، كثيرا ما نسمع أن المعرفة هي القوة، ولكن المعرفة لوحدها قد لا تساعد الشخص الوصول إلى أقصى النجاحات، والسبب ليس بعدم تملك المعرفة ولكن تطبيق المعرفة وتكاملها مع أساسات النجاح الأخرى، والذي يتطلب مجموعة متنوعة من المهارات الأخرى لتزيد فرص النجاح وكذلك الفائدة للشخص والمنشأة والبلد. القوة الحقيقية تأتي من امتلاك جميع الأطراف الثلاثة لمثلث النجاح، والجوانب الثلاثة هي المعرفة والمهارات والسلوك، وكل عنصر من عناصر النجاح يقع في إحدى هذه الفئات الثلاث. المعرفة وحدها لن تؤكد النجاح النهائي، وكذلك المهارة لوحدها لن تفي بالغرض، وأيضا السلوك لن يزيد من القوة والنجاح. وكلنا يسعى لهدف ما ونجاح ما يسعد به هو ومن حوله، ولكن كثيرا منا لا يعرف الواجبات التي يجب تقديمها كضحايا لنيل هذا الشرف، كما لا يعرف السبل السليمة المؤدية إليه. فهناك عوامل تسهم في الوصول إلى النجاح والهدف، منها أولا أن يكون للإنسان هدف يرغب الوصول إليه، ثم أن يكون له دافع للوصول إلى هذا الهدف، وكذا الإحاطة بالمعرفة اللازمة بهذا الهدف وكيفية الوصول إليه والأدوات اللازمة والاستمرارية والصبر والالتزام بالهدف والتركيز عليه وعدم الخوف من الفشل المتوقع، فهو جزء من مطبات الطريق. ثم استشارة أهل المعرفة ومشاركة عقول الآخرين ومعرفة فنون التواصل أيضا مع الآخرين وهكذا. وهنا نتناول ركائز هامة يبنى عليها أي هدف، وبدونها لا نتصور أي هدف ممكن الوصول إليه. إذن بعد هذه اللمحة السريعة مع التقرير اللي بصوت زميل هاني المهندس، نعود مرة أخرى مستمعينا الكرام لنتحدث عن النجاح. هل له شكل معين؟ هل له تعريف معين حتى فعلا نأتي بنجاح متوازن في جميع مجالات حياتنا؟ مع الدكتور محمود خان. دكتور، بداية نحن نبغى نعرف المعنى الحقيقي للنجاح. بسم الله. أول حاجة، النجاح تعريفه يختلف من شخص إلى آخر، فقد يكون النجاح هو وضع هدف معين أو الوصول للهدف يعتبر النجاح. أيوه. وقد يكون إنه عدة أهداف وكل ما يوصل لهدف يقول أنا نجحت، لكن لسه باقي قدامي أهداف تانية بنجح فيها. نعم. وقد يكون إنه نجاح والله أنا أبغى أشعر إن أنا راضي عن نفسي، سعيد في حياتي، فنجاحي إني أسوي الأشياء اللي تسعدني. أيوه. أو بالهذا يقول تبسطني وتخليني مبسوط. نعم.
طيب أنا لازم أعرف إيش هي السعادة وإيش أعرف إيش هي إيش هو النجاح وإيش العلاقة بين النجاح والسعادة. أيوة تمام. طيب كل إنسان عندنا يختلف في تعريفه للسعادة بموجب إنه ما في واحد شيء في الدنيا يسعده. ممكن يكون أكثر من شيء. والدراسات النفسية والدراسات السيكولوجية واللي يسووا الكوتشينج والنصح والهذا يعني طبعا عوامل السعادة كثير. بس مو معقول نجلس نرص 20-30 عامل. فأهم 10 عوامل للسعادة ركزوا عليها وقالوا إنه معظم الناس إذا عندهم هذه 10 العوامل يعني إن شاء الله يكونوا سعادة. إيش هي 10 العوامل إذا أتذكر معظمها خلينا نقول واحدة منها الصحة النفسية والجسدية. واحدة منها العائلة يعني الوالد الوالدة الأخوان الأخوات الأهل والأقارب. واحدة منها شريكي في الحياة يعني الزوج أو الزوجة. واحدة منها الفلوس أكيد طبعا. واحدة منها الشعور بالذات إني أنا بطور نفسي اليوم. أنا أحسن من أمس وأتطلع بعد سنة سنتين يكون أحسن من اليوم ففي عندي تطوير في الذات. واحدة منها أنا ما أبغى أعيش على الوالد لما نكون شباب وحتى لو عندي فلوس ووالدي غني ولا شيء أبغى أشعر إنه بقيمة ذاتي وأبغى أشعر إنه أنا شخصيا أنا الموظف أنا اللي بأكسب الفلوس مو الوالد. ومو واحد بيغلق علي بشيء ومو حاطط رجل على رجل ويجيني أجارة الشقق العمارة اللي أنا أبوي سواها ولا الضرائب اللي بسويها على الناس ولا العباير اللي يكون المعارض اللي مجرها. فسعادتي إني أشعر إن أنا مشغول وأنتج. طيب لكن في ناس يقول لك صح أنا أبغى أنتج لكن ما أبغى أشتغل شغلة في احنا نسميها في المدينه حج وبيع سبح. يعني ما ابغى اشتغل شغله ما اجيب الفلوس كفايه. طيب هل السعاده الفلوس كفايه انه يبقى يكون علي ديون ما اكون ساكن في بيت اجار اكون شقه ملكي في دحين شقق للتمليك. زمان كان لازم الواحد بيت وما يكفي الفلوس والشغلات هذه. ما يكون علي قسط سياره ما يكون علي اي شيء والفلوس اللي عندي تكفيني أن أعيش الحياة اللي أنا في بالي. أوكي هذه سعادتي. وفي واحد يقول لا سعادتي لازم يكون شوية الفلوس هذه شوية زيادة عشان أنا أشتغل 11 شهر وشهر أخذ إجازة أسافر السفر فيه تكلفة وهذا. طيب فأنا أبغى أن الراتب يكون أعلى شوية مما أستحقه. يعني سعادتي لو ادوني راتب اعلى من زملائي هنا يعني عرفت كيف؟ اي فهمت عليك. فكل واحد كيف؟ كل واحد له نظره خاصه فيه عن النجاح بالضبط. وفي واحد يقول لك انا سعادتي انا ماشي بالمثل اللي يقول لك الجنه من دون ناس ما تنداس. فانا صراحه اذا اكون بس اروح الشغل واجي السلام عليكم وعليكم السلام لا عندي اصحاب اخرج معاهم واتمشى في الممشى هذا حق جدة الجديد اللي سووه ولا بوليفارد ولا أروح وأجي ولا نطلع البحر ولا نروح رحلة ولا نروح أبها ونصب خيام وندبح ونسوي مضبي ونسوي عرفت كيف؟ هذه سعادتي إني أكون مع ناس أروح وأجي ولي أصحاب يسألوا أني أسأل عنهم. إذن هناك اختلاف في الأولويات. هذه الحين أنا قلت تقريبا 6-7 خليهم بس أركز. كمان في شيء مهم في ناس يقول لك سعادتي أتركني الحالي صحيح. أنا أبغى أجلس كده على الكرسي تماما. على البحر أجلس على الكرسي كده في العصر أقرأ لي كده شيء. في ناس يقرأ قرآن في ناس يقرأ قصة واستني لين المغرب يجي أقوم بالجوال كده أصور الشمس هي بتغيب. وبعد ما تغيب الشمس أجلس أسمع صوت الروح أتركوني لحالي سعادتي النفس والروح. صحيح صحيح. ولا خلوني أنا مهتم أنا أحب المسلسلات التركية ولا مقابلات شخصية ولقاءات في الام بي سي وفي الألف ألف خليني أستمع لعادي برباح ولا غيره والمقاءات حقتي وألف ألف صح ولا لا؟ نعم نعم. طبعا من أسباب يعني. السعادة دكتور نحن يسمعوني أكيد. فالمهم يعني أنا نحط السعادة هذه في كلها ونجي نحطها إيش أهم
أيوة. من شيء بالنسبة لي إنه يسعدني أكثر. نعم. طيب. طب إحنا حنتكلم عن الأولويات. أيوة طبعا. طيب حنتكلم لكن بعد الفاصل دكتور. طيب. أوكي. خلوكم معنا مستمعينا. حياكم الله مستمعينا الكرام، حديثنا ما زال عن مثلث النجاح ومعرفة مؤشرات النجاح من جدارات، مهارات، معرفة، غيرها، أولويات متعددة تجعلنا نقف أحيانا حائرين وأحيانا ممكن نكون عارفين لكن تتعدد الأمور ما يعني ما اللي تجعلنا سعداء في إيجاد نجاحات لهذه الأشياء. ضيفنا في هذا الحلقة الدكتور محمود خان، استشاري الاستثمار في رأس المال البشري. حياك الله دكتور محمود، وكنا ما قبل الفاصل كان تعريف جميل وعطيتنا اختلاف الناس في وجهات نظرهم عن النجاح. نتكلم عن كيف نضع الأولويات المهمة بالنسبة لنا في حياتنا عشان نعرف إذا كان هذا الأمر إحنا ناجحين فيه أو لا. طبعا هو وضع الأولويات ممكن بالتفكير فقط. أيوة. ولكن من الأفضل الواحد يأخذ ورقة وقلم. نعم. ويحط هذه زي ما تقول قائمة وبالإنجليزي لستة. أيوة. من واحد لعشرة هذه الأشياء تسعدني، واحد اثنين ثلاثة إلى عشرة. نعم. مثلا يعني عشان ما يتعب. صحيح. ما كثير على نفسه بعدين يصعب. وبعدين يقول هذه نمرة عشرة، عشرة على عشرة، هذا أهم شيء عندي. مثلا واحد يقول أهم شيء عندي أمي والوالد والوالدة. نعم. واحد يقول الفلوس وهكذا، يرتبها. أي يرتبها بحسب الأولوية عنده. بحسب الأولويات عنده هو إيش يسعده أكتر. أيوة. والشرط عشان يفهم كيف الترتيب الأولويات إنه ما يحط نفس الرقم لحاجتين. يعني ما يجي يقول أهلي وبعدين يقول مثلا زوجتي. أيوة. هو يا الأهل أكتر ولا الزوجة أكتر. اوكي. أيه. بالترتيب اللي يسعده اكثر. نعم. يا الصحه اكثر، يا الفلوس اكثر، يا الوظيفه اكثر، يا النفس، وهكذا. نعم. اول اصحاب الهاتف. وبعد ما يرتبها كده يجلس يفكر بمساعده مستشار ولا كوتش ولا ناصح امين ولا اي حاجه، هو بينه وبين نفسه مع ناس يثق فيهم يستشيرهم ايش رايكم. فحيراجعوا معاه ويلاحظوا انه انت قلت مثلا إنه أهلك أهم شيء، بس أنت في اليوم في الأسبوع كله ما تيجي تسمعهم أربع ساعات، كيف صاروا أهم شيء؟ فإحنا لازم نرتب إنه مو بس إنه هذه أولوية تسعد، هل كوني حطيتها هل في مقياس يبين مقياس. أيوة. بالضبط. نعم. سؤالك حلو، هل في مقياس يدل إنه أنا فعلا بدام حطيت هذه أهم شيء أولويات هل أنا بعطيها حقها؟ أيوة. والحق لا مو شرط انه يكون بالوقت، الحق يكون بالكفاءه. عرفت كيف؟ مو اني انا بس جلست معاهم ساعتين معناه انه خلاص هذا كافي. ايوه. قد تكون هذه الساعتين فعلا ما اي بالضبط. مثلا أي انا اقول ما على الاقل مثلا امي وابويا الله يحفظهم لي لازم ازورهم يوم الجمعه. ايوه. واقضي معاهم 8 ساعات. ايوه. طيب لو الثمانية ساعات هذه أول ما دقيت الجرس وفتحوا الباب على بال ما أسلم على أمي دقيقة أمي بس أخلص المكالمة هذه، أكون ماسك الجوال بأتكلم. أيوة. وباخذ بعطي وبعدين أخلص هذا وهي وقفة تستني متى أسلم عليها، أسلم عليها وعلى راسها وأجلس شوية. أنا صاحبي دق علي ما أدري أسوي شوية من يعني كل الساعتين اللي جلستها 5 دقائق ما جلست على أمي، بس يا دوب سلمت على راسها وهذا والباقي كله على الجوال. أيوة. إذن فين الاهتمام؟ نعم. ما تحقق ما بس بالاسم تقول انه امي مهمه. نعم. كمثال مثلا. ايوه ايوه. في نفس الوقت يعني هذه مثلا انا لو رتبت انه اهلي رقم 9 من 10. نعم. يعني بعد الصحه لو حطيت الصحه اول شيء. ايوه. وفي ناس ما يهتموا بالصحه طبعا بس يعتمد على عمر الواحد. نعم. اوكي. فواحد مثلا عنده كوليسترول وضغط وهذا وعدى 60 لازم يحط الصحة نمبر واحد، بس واحد أيه. شباب وهذا وكورة ويجي ولا يفكر يأكل من هالهمبرج ومن هالبيسة ومن كل شيء ولا همه. نعم. ويشرب البيبسي مو عادي ياخذ لارج يقول لك كبيرة أبو ترى يزود ريالين ما ينتبه لأنه هذا هو بسطه أنه يأكل هذه الأكلات السريعة anyway. أيوة. فأنا اللي بقوله أنه
ومثال يعني لا يعكس كده مثلا يعني الشغل مهم بس أنا حاطه رقم 6، لكن في الحقيقة في الحياة العملية الشغل عادة 8 ساعات دوام، وفي بعض الشركات تديك ساعة راحة بس 9 دوام 9 ساعات، فعندك من 9 من 8 مو من 8 إلى 4 عليها يقولك من 8 إلى 5 عشان وقت صلاة الظهر والغداء لك ساعة، فهذه 9 ساعات. نعم. طب انت ما تخرج من بيتك للعمل، لو بيتك زي جدة كده في مشاوير تاخذ نص ساعة ساعة إلى ربع عشان توصل، معناته خرجت 7:15 عشان توصل 8. أيوة. ولما خلصت 5 خرجت 5:55 ما رح توصل البيت قبل 6. نعم. فهذه عندك من الساعة 7 إلى الساعة 6 هذه عندك 11 ساعة. صحيح. هل معنات هذا إن ال 11 ساعة اللي وقتك هي اللي خلتها نمرة 6؟ لا. عرفت كيف؟ نعم. فهي في ناس بالنسبة للمدراء أو المسؤولين عن الإنتاجية في الوظيفة يقول لك أنا ما يهمني أنك تيجي 8 ساعات ولا 9 ساعات، أنا يهمني هذه المهمة اللي عليك تسويها. أيوه. ففي ناس طبعا يجلسوا المهمة حقت 6 ساعات في ساعتين، وفي نعم. ناس يأخذوا كل 8 ساعات، وفي ناس الله يعين أيوه. يقول لك أنا إيش هذا، أنا مو الدوام لأربعة، أنا ما أخرج إلا من أدنى المغرب، ما أخرج من المكتب لسه ما خلص، هو لسه ما خلص، الدنيا كده. أيوه. بس هل معنات هذا إنه هذا اللي جلس 11 ساعة عشان هذا شغله إنه هذا شيء كويس؟ لا طبعا. لا. لأنه جلس في العمل 10 ساعات بدل 8 ساعات المطلوبة. أيوه. والمقابل ده إنه ضحى بشيء تاني. صحيح. لو الزوج عنده عياله على بال ما يروح البيت يكونوا عياله ناموا عشان عندهم مدرسة تاني يوم. نعم. إذا ما تمتع بأنه بأولاده وسلم عليهم ولعب معهم. نعم. ففي شيء مقابل شيء، فالتوازن مرة مهم. نعم. التوازن مع وضع الأولويات ومع وضع الوقت اللي هو إحنا نسميه، أسف أرمي كمال الكلام بالإنجليزي أحاول أقوله بالعربي، إفكتيف، اللي هو وقت اللي هو لكفاءة وإنتاجية أكثر. نعم. أوكي. معنى ذلك دكتور محمد الله يعطيك العافية، بعد ما احنا عطينا التعريف وحطينا يدنا على الجرح وعرفنا فين المشكلة، كيف فعلا أبدأ أضع أسس للنجاح؟ كيف أحط على قولهم رجلي على بداية الطريق الصحيح؟ تمام. أي. تمام. عشان الواحد يكون سعيد، حسب الدراسات اللي عملت من كثير من قبلي وأنا دخلت فيها في بالنسبة للإحصائيات، في 4 عوامل مهمة للنجاح. نعم. بتقول يا دكتور محمود كيف 4 وانت قلت مثلث النجاح والمثلث وثلاثة رؤوس؟ صحيح. والأربعة المربع ولا المستطيل؟ نعم. أقول لك لا، إحنا ناس مسلمين وإحنا عندنا شيء مهم جدا اللي هو عامل النجاح، إلا أنا ما أقدر أسوي فيه أول شيء، بس هو توفيق الله من الله سبحانه وتعالى بلا شك. هذه ما أقدر أسوي عليها شيء. إذن هذا هو العامل الأساسي. أيوة. أنا ممكن يكون عندي فلوس وممكن أكون متزوج وعندي عيال، بس ماني سعيد، ماني موفق في سعادتي في زواجي، ماني موفق مع في تربية أولادي، في مشاكل بيني وبين زوجتي، أو في مشاكل بيني وبين مديري في العمل، مو شرط الزوجة ولا لا. عرفت كيف؟ فلما الله سبحانه وتعالى يوفق، فدائما الواحد يدعي لحبايبه أن الله يوفقهم في زواجهم، الله يوفقهم في شغلهم، الله يوفقهم، صح ولا لا؟ صحيح. فهذا الشيء أنا ما أقدر أقول عنه شيء، لا أنا ولا أي مستشار في الموارد البشرية ولا أي سايكولوجيست ولا أي كوتش. صحيح. أوكي. العوامل الثالثة، البقية الأربعة اللي هي الثلاث عوامل، هي اللي درسوها الكثير وعشان كده حطوها في ثلاث عوامل. إذا تتذكر التقرير اللي عمله زميلك أول ما بدينا، نعم، قال ثلاثة أشياء تشكل النجاح. نعم. المعرفة، القدرات والمهارات والخبرات، الثالثة اللي هي السلوكيات والأخلاقيات. نعم. الدراسات أثبتت أنه الشهادة لوحدها ما تكفي لنجاح الواحد في الشغل أو لسعاده، المهارة والخبرة لوحدها ما تكفي أنه الواحد ينجح. نعم. السلوكيات والأخلاقيات برضو ما تكفي. نعم. لازم يعني الثلاثة تكون عندك. أيوة. ما تكفي أن تكون حالها. أيوة. لابد كلها مع بعض. كلها مع بعض. أيوة. الفرق بين شخص وآخر والفرق، حناخد تفصيل. طيب. هذا الكلام معك دكتور محمود، وبما أن دخلنا في الموضوع حقيقة متشوقين أن نعرف هذه التفاصيل، لكن بعد الفاصل. طيب. نقوم معنا. أوكي.
عودة لكم مستمعينا، حياكم الله. وحديثنا في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات عن مثلث النجاح، هذا المثلث الذهبي اللي نريد أن نأخذ تفاصيله مع الدكتور محمود خان، استشاري الاستثمار في رأس المال البشري. تفضل دكتور محمود. طيب نكمل كلامنا وقلنا خلصنا العامل الأهم. أيوة. وثلاث العوامل هي المعرفة، ونعرف المعرفة بثلاثة أو أربع أشياء. نعم. عادة الناس تقيس المعرفة بالتعليم، بالشهادات الأكاديمية. أيوة. والله يقول لك عنده ثانوية، زبيبان عنده كروس معرفته أكتر. أيوة. أو ما أجسيت معرفته أكتر، ولكن هذا الكلام كان في السبعينات أو قبل. نعم. من يوم ما بدينا من عام 80 وطالع بدأت المعرفة تتجه اتجاه آخر. فأنا بالإضافة لأني صارت عندي معرفة ومعلومات من الدراسة، في عندي بأقرأ كتب، بأقرأ جرائد، بأتفرج تلفزيون، بأشوف مقابلات. بدأت حكاية في السعودية إذا تذكروا، يمكن هذيك الأيام للساعة ما تولت في بداية الثمانينات، لكن إيش اسمه، بدأت الدورات التدريبية تنتشر وصارت صحيح. في شركات تسوي دورات تدريبية. صحيح. نعم. فتجي تسوي دورة في الكمبيوتر ودورة في الإنجليزي ودورة في تثقيف الذات. نعم. وفي المالية اللي يكون. نعم. في المبيعات والتسويق وهكذا. صحيح. فالدورات الواحد بياخد عليها شهادات، هذه تزيد معرفة. أكيد. فجبنا التعليم وجبنا التثقيف، احنا نسميها. نعم. والواحد يثقف نفسه إضافة إضافة للشهادات العلمية. نعم. فلا تكفي الشهادات العلمية. نعم. بعدين من عام أكثر شيء بالنسبة للسعودية، أيام الله يرحمه الملك عبد الله في عام 2005 قال إلا ما يعرف الإنترنت فهو أمي. نعم. بدأنا نركز على التعليم الذاتي عن طريق الوسائل للتواصل الاجتماعية، ومن أهمها الكمبيوتر. نعم. والبريد الإلكتروني، اللي عنده بريد في ياهو، اللي عنده في جيميل، اللي عنده في كذا، والتواصل الاجتماعي اللي عنده في وجه الكتاب اللي يسموه فيسبوك، اللي عنده في إيش الأخبار اللي يسموه واتساب. هذا من الناس بدأت تتكلم إنجليزي أكثر من العربي، عشان كده. أيوة. فأنا أقول كلمتين الإنجليزي والعربي. نعم. المهم، فالتواصل صار ليس فقط إنه أنا أكلم صديقي، ولكن بأخذ معلومات، بنزل. نعم. صور، بنزل صورة من كتاب، بنزل مقالة، بأشوف فيديو. فصار التعليم الذاتي برضو مهم جدا، ولذلك الآن أول كنا نقول والله ما شاء الله عنده دكتوراه وعنده ماجستير، الآن لا، نحن نقول عنده علم عام، عنده معرفة. بس الشيء المهم في قياس المعرفة هو أنا أحتاج المعرفة هذه عشان إيش أسوي. أيوة. يعني لا، ما أستفيد من معرفة لا تفيدني في وظيفتي. ما أستفيد من معرفة لا تفيدني كيف أسوي علاقاتي مع زوجتي ولا مع أهلي. صحيح. إذن المعرفة تحتاج شيء، أشياء معينة. نعم. فبالإنجليزي يقول لك information is power. أي واحد يشتغل في الموارد البشرية يقول لك لا، needed information is power، بمعناها بالعربي إنه المعلومات اللي أحتاجها للنجاح في عملي هي دي هي القوة. هي القوة، هي دي القوة اللي تخليني أنجح. صحيح. طيب. صحيح. فأنا عشان يكون عندي معرفة لازم أكون أستخدم الثلاثة، لازم أروح المدرسة أخذ شهادات علمية. نعم. لازم أقرأ، لازم أحضر محاضرات. نعم. لأنه العلم الآن يعني بيتقدم بطريقة سريعة جدا. صحيح. في تسارع خاصة التكنولوجيا. فإذا. نعم. ما تواكبت مع إيش ساير في الأيام الأخيرة، خلاص الناس اللي أصغر مني وبعدي حيخطوني. إذن أخش كمان في التعليم الذاتي وأستخدم الكمبيوتر وأستخدم الوسائل. جميل. تمام؟ تمام. طيب العامل الثاني اللي مهم جدا والناس تختلف هل هو أهم من المعرفة، اللي هي الخبرة في الحياة العملية. الآن إحنا في عوامل النجاح. أيوه. إحنا الثلاثة عوامل قلنا، العامل الأول اللي هو المعرفة. المعرفة. نعم. العامل الثاني اللي هو المهارات والخبرات. نعم. والمواهب. نعم. أوكي. وبرضو نحتاجها طبعا. أكيد. يعني أنا مثلا ممكن من المعرفة يكون عندي كتاب طبيخ وحافظه من الألف للياء، وتقول لي سوي كبسة رز برياني. نعم. بالدجاج. نعم. يعني عارف المقادير وعارف كل شيء
وأحفظ لك المعلومات، ويجي الدكتور محمود خان كأستاذ يسألني الأسئلة كلها أجاوبها بالمقادير وكل. فأدخل المطبخ وأطبخ. أيوة الآن يجي دور يجي دور كيف تلعث الطبخة. أيوة أوكي، الملح زايد، الرز كدادة صار ناشف، اللحم ما هو مستوي أوكي، ما لي طعم الرز عشان ما حط ما ضبط البصل والبهارات. فهذه من فين أجيبها؟ أجيبها من المعرفة؟ لا، أجيبها من الخبرة. والخبرة ما تيجي إلا بالممارسة والتطبيق، المعرفة والممارسة على رأس العمل. نعم. فكل ما زادت الممارسة كل ما أنتجت أكثر وصارت بمنجر، وكل ما كونت خبرة أكثر. أيوة أي بالضبط. فالممارسة والتكرار يعلم الشطار. نعم مزبوط. صح. فلما أطبخ 40 مرة هذيك الساعة أقدر أفتح مطعم وأقول أنا شيف وأحط الطاقية على رأسي. نعم. والناس تحب تأكل الأكل حقي. صح. نعم. ولا لا؟ صحيح. وهكذا في أي شيء، حتى في سواقة السيارة برضو تقدر تنجح في اختبار السواقة، لكن ما تكون أخذت الخبرة إنه في واحد سقط عليك من اليمين، في واحد كده، في واحد راح يسار. أيوة. في واحد ما أشر، في واحد ضرب فول مرفوض، في واحد ما انتبه قام تكلم في الجوال. هذه كلها بتجي من الخبرة، وأنت ملاحظ من الخبرة تعرف من حركة السيارة هو رايح مين اللي يسار حتى لو ما أشر. صح. هذه الخبرة. نعم. أوكي. الموهبة جزئين، الموهبة واحدة اللي هي بقى من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى. ممكن الموهبة هذه تكون فيك وانت لساعك عمرك سنة سنتين وابوك وامك تكشفوها. أيوة. والله ذكي، والله شاطر، والله يرسم، والله حفيظ، والله ما عارف ايه. صح. نعم. ولكن هي تنسقل الموهبة باكتشافها من الأب والأم، وهذا الشيء مرة مهم. وأنا دائما أنصح الأبهات والأمهات إنهم يراقبوا أولادهم إيش بيسووا، مو يسيبهم يعني سامحوني على الكلمة للخدامات. نعم. لأنه كل ما تكتشف الموهبة في الصغر كل ما تساعد ابنك. إذا أنت فعلا تبغى تثبت لنفسك إنه سعادتك في إنه تشوف ابنك أحسن منك، إذا أنت عندك ماجستير تبغى ولدك يكون عنده دكتوراه، إذا أنت كنت مدير تبغى ولدك يصير مدير عام أحسن منك. فأنت كيف إذا ما تكتشف موهبته من الصغر تستنى لين يكبر واحد تاني يكتشفها؟ أيوة لا وتصغلها. فأيا أم، النداء للأب والأم، راقبوا أولادكم، شوفوا إيش بيسووا، شوفوا إيش الميزات اللي عندهم ونموها إذا عجبتكم. نعم. في واحد عنده موهبة الرسم، في عنده موهبة الحفظ وهكذا. ولكن يقولوا بالإنجليزي مثل it's never too late. ممكن الواحد تكتشف موهبته من المدرس أو الأبلة. نعم. بالنسبة للبنات. نعم. وممكن تكتشف موهبته بعد ما يأخذ الثانوية ومن يدخل الجامعة يروح بلد تاني بعد عن أهله. صحيح. ما يركزوا عليه شيء معينة، يصير في عوامل تخليه يكتشف أشياء جديدة هكذا. نعم. وممكن في ناس حتى لو عمره 60 و50 سنة يكتشف موهبة جديدة ويحول الشغلة حقته زيي. نعم. أنا حولت من مهندس إلى موارد بشرية بعد ما عديت 50. فممكن في أي وقت. ولكن أرجع أكرر إنه الموهبة لا تكفي والخبرة لا تكتسب إلا بالممارسة عشان معرفة الأخطاء. والشاطر هو إنه ما كرر الخطأ مرتين، إذا عرف الخطأ يسوي يجرب شيء تاني. نعم. فدائما المحاولات هي اللي تخلي الواحد ينجح. نعم. إذا الموهبة يا إما تكون فطرية يا إما تكون مكتسبة. لا هي فطرية دائما. الله يعطي كل إنسان لي ميزة سبحان الله. أي. يعني كل إنسان عنده زي ما تقول الميزات 20 ربنا يديله 10 منها سبحان الله. وإذا ما اكتشفها ونماها عن طريق أهله يمكن هو اكتشفها وغيرها. بس مو كل إنسان عنده كل المواهب. أكيد. طيب الموهبة جزئين ذكرت. أيوة. الجزء الأول إنه نعمة من الله، والجزء الثاني إنه اكتشاف من الأهل. أيوة. وتشجيع لتنميتها. نعم. والجزء الثالث اكتشاف من الشخص نفسه وتنميتها. والجزء الرابع إنه يروح لكوتش أو واحد عنده خبرة في الموارد البشرية يسوي له تحليل للشخصية، اكتشف المواهب اللي عنده أو عندها عشان يقول لهم والله أنت ولا أنت عندك هذه المواهب، إذا تحبها تنميها تقدر تسوي كذا كذا. يصير في نصح وإرشاد. نعم. من حق الموارد البشرية يسوي التحليل أو حق الكوتشنج. نعم. ماني عارف إيش الكوتشنج بالعربي لأنه ناس يقول مو شرط يكون مدرب شخصي. لا المدرب هو الترينر.
ايوه الكوتش لها شيء ثاني. وحاولت وسالت كثير من اصدقائي في الكويت وفي الامارات ايش معنات الكوتشنج بالعربي. الى الان لما نجيب كلمه الكوتشنج اقلبها بالانجليزي ما يجيبها بالعربي. أيوة. عمر ما سمعت واحد يقول كلمه بالعربي على الكوتشنج. اي نعم معليش. المهم صحيح. تلخيصها هي انك تساعد الشخص في اكتشاف مواهبه وهو صحيح. يكتشفها هو اللي يكتشفها وهو اللي يتكلم ويقول انا ابغى اسوي كذا وكذا بعد ما اسوي له تحليل الشخصيه عشان تعرف نقاط القوه والضعف. جميل جدا. طيب احنا حنكمل معكم مستمعينا الكرام لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. طيب مثلث النجاح ومعرفة مؤشرات الجدارات والمهارات موضوعنا مستمعنا الكرام وما زلنا مع الدكتور محمود خان استشاري الاستثمار في رأس المال البشري. وصلنا إلى آخر مثلث أو آخر ضلع في هذا المثلث. نعم اللي هو السلوكيات والأخلاقية. نعم السلوكيات والأخلاقية. نعم الناس تتوظف بشهاداتها بخبراتها. نعم. والعياذ بالله وإن شاء الله ما نكون منهم وتنطرد أو تترك الشركة اللي بتشتغل فيها أو المؤسسة عشان سلوكياتها وأخلاقياتها. أيوة. فالسلوكيات والأخلاقيات مهمة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إيش نقصد بالأخلاق؟ كل إنسان عنده صفات معينة وما في إنسان كامل كامل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام. فجزء من السلوكيات والأخلاقيات هو أنه أنا أعرف كيف أتعامل مع الآخرين. نعم. في ناس أتعامل معهم بطريقة معينة بموجب مثلا احترام لسنهم. نعم. في ناس بموجب مناصبهم. نعم. هل هو أمير ملك مدير وتبر. وفي ناس بالنسبة لقرابتي لهم وعلاقتي معهم. نعم. زي أولادي أو بالنسبة للقرابة أولادي أخواني. وفي ناس إن هو أصدقائي وفي الصديق القريب وفي الصديق الودود وفي الصديق البعيد وفي هذا. نعم. فكل واحد اللي معامله مختلفة. نعم. وفي نفس الشركة لو أنا بشتغل في شركة أو منظومة سواء حكومية أو خاصة أتعامل مع المدير كيف أدير مديري. أيوة. أتعامل مع مرؤوسيني لو أنا سوبرفايزر مثلا أو مسؤول. أيوة. أتعامل مع زملائي اللي هم في نفس المستوى. نعم. أتعامل مع عملائي. وهو كلها طرق التعامل لها شيء مهم. هذا جزء من السلوكيات والخيارات أو الصفات الشخصية للإنسان. من الجزء من الصفات الشخصية للإنسان إنه مثلا واحد يكون حموقي. أيوة. واحد يكون مرة حليم. في واحد يكون يتخذ قرارات بسرعة. في واحد يكون اجتماعي. واحد يكون انطوائي. واحد يكون شديد. واحد يكون عاطفي. واحد يكون عقلاني. وأنا فين؟ ليش أبغى أعرف أنا فين؟ عشان خاطر أنه كل وظيفة في الدنيا تحتاج صفات معينة. أيوة. إذا وجدت الصفات هذه أبدعت أنا في وظيفتي طبعا بالإضافة إذا وجد إيش هو مطلوب من معرفة وخبرة. نعم. فالثلاثة هذه مهمة. فالأبحاث اللي اشتغلت فيها من عام 2000 إلى عام 2010 ما بين في وسط المملكة العربية السعودية طبعا مو بس في جدة في جدة في الدمام في الرياض انتقلت في أبها في حائل. أيوة. سميها كل البلدان وقطر والكويت والبحرين وعمان والأمارات بس التركيز أكثر شيء في شغلي كان ما بين الأمارات والسعودية. بالنسبة للبلدان عندنا العين وعندنا رأس الخيمة وعندنا أبوظبي وعندنا دبي وسوينا استفتاءات واستفتاءات. نعم. واستبيانات بالنسبة لسلوكيات وأخلاقيات وطرق التعامل والشغلات هذه. نعم. عرفت كيف؟ فإذا عرفنا إيش سلوكيات الشخص وإيش طرق تعامله وإيش صفاته
نجي نشوفها هل هي تنطبق مع المتطلبات. كمان بنسوي عشان الموارد البشرية بنسوي تحليل، زي ما نسوي تحليل للشخصية نسوي تحليل للوظيفة، إيش المطلوب للوظيفة من معرفة، إيش المطلوب من خبرة، إيش المطلوب من صفات شخصية. فإذا بما أنه كل وظيفة تختلف في متطلبات الصفات الشخصية، وكل إنسان سواء رجل أو كان امرأة يختلف في طريقة تصرفاته وتعاملاته، نبغى نطبق زي البازل اللي يسموها زي الحزير اللي يسموها حزير، نبغى نطبق إنه صفاته تتطابق مع صفات المطلوبة في الوظيفة. جميل جميل. الكمال لله. نعم. ما يمكن واحد 100% تتطابق، بس نقبله ونوظفه لو 20 متطلب وهو عنده 15-16 نقول له أهلا وسهلا، الأربع الباقيين تتدرب عليها أول 6 شهور أو 3 شهور. إذن أنا بعد معرفتي لعوامل لمثلث النجاح، هل هذا كافي دكتور؟ أم إنه لا لابد إني أنا يكون عندي خطوة ما هو أوسع من ذلك، أكبر من ذلك؟ هي ما هي كافية هنا. أيوة. عشان الوظيفة. أيوة. وعشان أتزوج وعشان كيف أسوي. في حاجة تانية يسموها دائرة الحياة. الحياة يعني شيء كبير. نعم. جدا. نعم. أوكي. بعد ما أنا أكون مهتم بديني وصلاتي وسلوكياتي، هي الحياة دين ودنيا. نعم. أوكي، خلصت. صحيح. الدين المطلوب أجي للدنيا حقتي، أنا فين في دائرة الحياة؟ الدائرة زي البيسة، الدائرة زي البيسة تقطعها. نعم. لما تقطعها 4 سلايسز، فكل سلايس في لي ميزة معينة. أيوة. سلايس يسموها الآمر الناهي، وسلايس يسموها المتحدث المتكلم اللي عنده أفكار المقنع. نعم. نعم. وفي دائري اللي يقول لك لا أنا حاسب على الهللة وحاسب على الدقيقة وتأكد أنه كل شيء تمام، وفي المتعاون والمهد، فأنا فين؟ أيوة. كل إنسان فينا نقطة في هذه الدائرة. صحيح. والنقطة هذه فين هي؟ في وسط الدائرة، في هذا المثلث، فوق عند الطرف، مايلة لدا ولا مايلة لدا، يسموها everything disk. تعرف الديسك اللي هي الدائرة اللايف. فأنا أعرف أنا فين، وإذا عرفت أنا فين أعرف إيش اللي يحفزني يخليني سعيد، أعرف إيش اللي يضايقني ويخليني مرة ما أنا مبسوط. وأعرف أي نوع من الناس أتعامل وأتصاحب، وأعرف الناس تشوفني كيف عشان تحكم عليا. أيوة. وأعرف كيف أني بناء إيش اللي أخاف منه وإيش اللي أحبه وإيش اللي ما أحبه، إذا نركز على أي جهة وأتعامل مع مين وأركز في أي نوع من الوظائف. فالاثنين مع بعض مثلث النجاح مع أنا فين في دائرة الحياة، هم اللي يخلوا الواحد لما يأخذ هذه الأشياء. ما يعني لا تقول الدكتور محمود يسوي دعاية، مو دكتور محمود، أي واحد في الموارد البشرية عشان ينجح في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، يجب أن يسوي التحليلين هذه للشخص، لكل شخص مثلث تحليل الشخصية وهو فين في دائرة الحياة عشان يحطه في المكان المناسب. الآية القرآنية في قصة سيدنا موسى تقول إنما خير من استأجرت القوي الأمين. مين هو القوي ومين هو الأمين؟ أيوة. مهم جدا. هذه صفتين، قوة وأمانة. أيوة. القوة لو تشوف تعريفها. نعم. عندنا دائما في المحاضرات أو تروح للقاموس فيها 15 صفة. جميل. والأمانة فيها 15 صفة. لا يوجد إنسان في الدنيا غير الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى إلا ربنا قال عنه أنه قوي. نعم. أمين عنده 15-30 كلها. لكن إحنا لما نسوي تحليل ونقول أنه الوظائف هذه تحتاج 8 من 15. أيوة. موجودة فيه وظفناها. يا سلام. ولكن لا يكفي أنه قوي، صفات القوي لازم يكون صفة الأمانة. مهمة. فدي مع دي، وهذا اللي يخلي أي شركة تنجح في أن اختيار الشخص المناسب في المكان اللي يحتاجه. يعني أنت أوجزت خلاص، يعني اختيار الشخص المناسب في أي وظيفة وعمل صفة القوة والأمانة. صفة القوة والأمانة. وإيش أول شيء نشوف تحليل الوظيفة وتحليل الوظيفة. نعم. فإيش القوة يحتاجها؟ قوة جسدية بسطه في الجسم زي ما يقولوا في القرآن عشان حارب وهذا. أي. ولا لا قوة بالعقل ولا قوة في المعرفة. لا نعم. القوة أنا ممكن أكون عندي قوة في المعرفة، وممكن يكون قوة في الجسم، قوة. صحيح. في الذكاء. صحيح. وقوة في هذا. والأمانة الإخلاص في العمل، وعدم إخلاف الوعد.
حسب نوعية العمل كمان دكتور. يعني في أعمال تتطلب قوة بدنية، في أعمال تتطلب قوة معرفية. أنت لما تشوف لو عندكم وقت ولا ما هذا، إيش هي 15 صفة تيجي تقول والله أنا في الوظيفة دي هذه السبعة هي اللي أبغاها؟ أيوة. ما تقدر تقول 15 لا تقدر. صحيح صحيح. وتجي في الأمانة تشوف إيش هو 15 وقول هذه السبعة أبغاها، إلا عنده سبعة أو ستة منها من هنا من هنا هو اللي وظفته. جميل. هي دي الفكرة، اختيار الشخص المناسب في الشيء اللي تحتاجه. دائرة الحياة، circle of life. نعم. Everything disc يسموه. جميل جدا. يعني من بعد دائرة الحياة مثلث النجاح كذلك، ونصل بإذن الله لمعرفة كاملة للشخص كيف ممكن يكون ناجح ويستطيع أن يحقق التوازن. بالضبط. أيوة. التوازن في ما يحتاجه، والتوازن في انه بدأ سوى اولوياته. ايوه. لازم كل شخص يحدد ايش الاولويات. سعادته تنبع انه لما نحدد الاولويات فعلا اشتغل عليها. والشيء اللي ناقصه ياخذ دورات تدريبيه، ياخذ كوتشنج، ياخذ نصائح. نعم. اذا بالنجاح حقق السعاده، وعندما حقق النجاح فهو عندما حقق السعاده هو صار انسان ناجح. بالضبط. يا سلام. فهي كلها مرتبطه ببعض. نعم. نعم. وجهين لعمله واحده. انا اشكرك جزيل الشكر حقيقه، كانت دقائق مثريه مرت يعني سريعا دون ان نشعر، واحنا من نقطه لنقطه ومن فكره لفكره خلتنا يعني كونت لنا يمكن نقول في البداية كبسولة كذا جميلة جدا نحن نستطيع أن نحقق فيها ونعرف معايير النجاح فيها. طيب إن شاء الله. كده على السريع أقول لك نقاط قوة عندك. طيب. صوتك رائع. الله يسعدك. حوارك ممتاز. الله. هذه اثنين من السبعة اللي نبغاها. طيب خلاص عشان أكون مذيع. أشكرك دكتور حقيقة، حضورك كان يعني جدا رائع وحديثك المثري أيضا رائع. الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا. الله يسلمك. كان معنا مستمعينا الكرام الدكتور محمود خان، وهو استشاري الاستثمار في رأس المال البشري وجودة الخدمات. وجودة الخدمات. وما شاء الله الدكتور محمود يعني إذا أردت أنكم تعرفوا مزيد من يعني الاطلاعات وكثير من كتاباته ممكن عبر التويتر هو متواجد. نعم. اكتب بس الدكتور محمود خان إن شاء الله وحيكون معكم لأي استفسار حول أي موضوع ممكن أن يفيدكم حول التطوير البشري والاستثمار في رأس المال البشري. إلى ذلك الحين نلتقيكم إن شاء الله على خير. هذه الحلقة راح تكون على قناة الإذاعة في اليوتيوب، بإمكان العودة إليها والاستفادة من إضاءاتها وإثراءاتها. الشكر لزميل خالد القايدي على إخراجه لهذه الحلقة، وشكر لكم على طيب الاستماع. تحية مني أنا عادل برباع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. We'll be right back.